وهدي قطعني عليك يا مدلقلك شو سويت يا نوراني سحرك عماني يا نوراني سحرك عماني وما في بيت قطعني عليك يقطعني عليك يا مدلل أهلك. يلا يلا ايه مرحبا ماهر. عرفتك من دقتك. شو اخبارك؟ منيحة. اشتقنا لك يا رجل. وينك انت؟ اشتق لك العافية يا رب. لي زمان ما شفتك. شو اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. تمام التمام. لك شو هالبيت المكركب هاد؟ ليش وقفت شغلي على البيت؟ حياتي كلياتها مكركبة فوقاني تحتاني. شو كنت عم تشتغل؟ لكون عطلتك عن شيء؟ لا كنت عم شغل الغسالة الاوتوماتيك. بتعرف جهاد؟ أنا برأيي إنه أهم اختراع انوجد بالقرن العشرين هو الغسالة الاوتوماتيك. يعني ما بعرف لولاها شو كان صار فيني. ولك طالما عندك غسالة اوتوماتيك، ليش بيتك قايم قاعد والغسيل ملحوش هون وهون؟ يعني لو ما عندك غسالة اوتوماتيك شو كان صار بحالتك؟ ايه انا بعرف، الله اعلم شو كان صار فيني. المهم شو تشرب؟ عود هلا. ما بدي اشرب شيء. عود هلا. ليش مكبسه نفسك علينا بقى؟ لك يا اخي شو جاي لجربك هلا؟ انا خلص اذا بدي اشرب شيء بقول لك. عود مثل ما بدك على راحتك. بتعرف ماهر، انا وضعك مو عاجبني بنوب. وليش بقى؟ شو بوضعي؟ ما بعرف، خايف اذا حكيت تقوم تزعل، رغم انه اللي بدي احكي لمصلحتك. اخي احكي ما بزعل ولا يهمك، احكي لي بدك اياه. اخي باختصار شديد، انت عايش حاله من الفوضى والكركبه رهيبه جدا. يعني لا تاخذني، تياب ملحوشه على الكنبايه، فناجين القهوه والشاي يمكن صار لها اكثر من 15 يوم ما تزحزحت من محلها، الجرايد بالاراضي، سمك الغبره هيك صار. يعني بالمختصر المفيد، العزوبيه ما بتلبق لك ولا خرجك، والمفروض انك تتجوز وتنظم حياتك من جديد. افهمت بقى شو بقصد ولا لا؟ يا حبيبي، وزاد في الطنبور نغما. شلون يعني؟ يعني عيوبي لا اراها وعيوب الناس اركض وراها. شو يعني قصدك انا؟ طبعا بقصدك لك. شو نسيت انك مرقت بتجربه زواج فاشله وانتهت بالطلاق؟ لا ما نسي، بس ما لازم وقف ضد فكره الزواج لاني فشلت فيه. وانا كمان هيك.